ابن الاعزاء طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس ماده اللغه العربيه. درسنا اليوم يا احباب، درسنا لغتي الجميله ثلاثه، صفحه 90 من كتاب المدرسه، أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام، أتأمل صورة الجريدة ثم أقرأ. الأمل لإعلاناتكم في جريدة الأمل، اتصل على 2 3 4 5 6 7. الكويت تحتفل بعيد الفطر السعيد. لعيد الفطر السعيد بهجة خاصة لا يشعر بها إلا من صام رمضان إيمانا وطاعة لله. لعيد الفطر السعيد بهجة خاصة لا يشعر بها إلا من صام شهر رمضان إيمانا وطاعة لله. أجيب، ماذا ترى في الصورة؟ ما المناسبة التي نحتفل بها؟ متى يحين موعدها؟ من يحتفل بهذه المناسبة؟ أبنائي الأعزاء، بالطبع هذه الأسئلة لها إجابات محددة نفهمها عندما نشاهد الصورة التالي. ماذا ترى في الصورة؟ أرى ألعاب ومكان للألعاب، مكان للألعاب. ما المناسبة التي نحتفل بها؟ طبعا نحتفل بالعيد السعيد، نحتفل بالعيد السعيد. متى يحين موعدها؟ طبعا قرأنا منذ قليل أن عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان، يأتي بعد شهر رمضان. إذا متى يحين موعد عيد الفطر؟ يحين بعد شهر رمضان. من يحتفل بهذه المناسبة؟ يحتفل بها المسلمون في جميع بقاع الأرض. يحتفل بها المسلمون في جميع بقاع الأرض. لماذا نحتفل بها؟ نحتفل بها طاعة لله وإيمانا به، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. كيف نستعد لها؟ نستعد لها، نستعد للعيد، بلبس الملابس الجديدة، وتجهيز المكسرات والأشياء والحلوى وهذه الأشياء. نقضيها، يمكننا يا أحباب أن نقضي العيد في أماكن كثيرة. منا من يقضيه في بيت الجد والجدة، ومنا من يقضيه في البر، ومنا من يقضيه في مدينة الألعاب، ومنا من يقضيه مع أصدقائه، وهكذا يا أحباب يمكننا أن نقضي العيد في أماكن كثيرة. أصل الصورة بالأداة المناسبة للسؤال حولها. أصل الصورة بالأداة المناسبة للسؤال حولها. متى؟ من؟ ماذا؟ متى؟ من؟ ماذا؟ يسألني أحدكم: أستاذ، ما معنى أداة؟ أو ما هذه الكلمات الثلاث؟ أقول لكم يا أحبابي أن هذه أدوات الاستفهام، ونحن نستخدمها للسؤال حول شيء معين، نستخدمها للسؤال عن شيء معين. فالوقت يحتاج إلى متى، والعاقل الإنسان نستخدم معه من، أما ماذا فنستخدمه للأشياء. لأن يا أبطال يريدنا أن نقوم بإيصال كل أداة الصورة المناسبة. متى؟
أي صورة يظهر فيها التوقيت يا أحباب؟ الصورة الأولى بيضاء لا يوجد فيها شيء سوى ولد يقف، ها؟ الثانية ولد ومعه كرة، أما الثالثة لو وصفناها سنجد شمسا، نجد ملعبا، نجد لاعبان يلعبان، لاعبين يلعبان الإيه؟ الكرة. هي الصورة الوحيدة التي بها التوقيت هي صورة الشمس، الصورة الثالثة. نقوم بإيصال كلمة متى لهذه الصورة. القيامة الثانية من، من نسأل عن شخص، عن إنسان، عن عاقل، بالطبع ستختارون الصورة الأولى أو الثانية، لكننا أقول نحن نبحث عن شخص فقط، عن إنسان، إذا سنختار الرقم واحد. سأنتم جميعا يا أبطال. الآن الصورة الأخيرة، ماذا؟ طبعا نسأل عن شيء يحمله الولد وهو الكرة، وهو الكرة. الآن أطرح السؤال على زملائي، أطرح السؤال على زملائي، متى يلعب الولد الكرة؟ يلعب الولد الكرة في الصباح. من هذا؟ هذا لاعب متميز. ماذا يحمل الولد؟ يحمل الولد الكرة، الولد الكرة. يعني يا أبطال فهمنا معنى من ومعنى ماذا ومعنى متى. أسأل وزميلي يجيب، بماذا انتهت الجملة رقم واحد والجملة رقم ثلاثة؟ الجملة الأولى رقم واحد، أذهب إلى المدرسة صباحا، انتهت بالنقطة. الجملة رقم ثلاثة، اشتري الأغراض من الجمعية، انتهت أيضا بالنقطة. وبماذا انتهت الجملة رقم اثنين والجملة رقم أربعة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ انتهت بعلامة الاستفهام. ماذا تشتري من الجمعية؟ انتهت أيضا بعلامة الاستفهام. طبعا الجملة الأولى الثالثة انتهت بالنقطة، لأننا هنا يا أحباب نتحدث بكلام عادي، أذهب إلى المدرسة صباحا. نحن هنا لم نسأل عن شيء، اشتري الأغراض من الجمعية، نحن أيضا لم نسأل عن شيء، وإنما تحدثنا عن كلام عادي. أما في الجملة الثانية والرابعة نلاحظ متى تذهب إلى المدرسة؟ هذا سألنا سؤالا، متى تذهب إلى المدرسة؟ فبالطبع لابد أن نضع علامة الاستفهام. ماذا تشتري من الجمعية؟ أيضا نسأل ونضع علامة استفهام. أرسم العلامة صح بعد الجملة الدالة على الاستفهام. متى تذهب إلى المسجد؟ ألعب في حديقة الشعب. طبعا يا أحباب كلنا الآن انتبهنا أن الاستفهام يتكون من أداة وجملة وعلامة استفهام، أما الجملة العادية فتبدأ بكلام عادي وتنتهي بالنقطة. بالطبع كلنا اخترنا الجملة الأولى. ازاي؟ أبنائي الأعزاء، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.